اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيم؟ ده كابتن سليم، ده حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. عملتوا ايه النهارده في الست سبع ساعات اللي فاتوا؟ عشتوا ازاي؟ رجعنا. شفتوا بقى انا لما ما كانش عندي واتساب كنت عايش ازاي كويس؟ رجعنا ما قبل السوشيال ميديا. يعني اعتقد هي طبعا الفكره يا كابتن سليم ان برضه السوشيال ميديا بخلاف الموضوع التواصل، لكن هي فعلا مهمه في الشغل امانه. يعني في امور كتيره احنا بنتوقف عليها في السوشيال ميديا، في اي مسج، في يعني 100 حاجه تانية عشان تلحق بقى تنقل او تاخد كوبي من. يعني اعتقد النهارده ما لحقتش تطبيق تليجرام النهارده لحققوا مكاسب رهيبه بصراحه. يعني ست سبع ساعات دول. طبعا كم الناس، وتويتر طبعا كم الناس اللي انتقلوا لتليجرام وتويتر النهارده بسبب يعني وقوع فيسبوك وواتساب وانستجرام. المشكله طبعا فعلا ده يبين لنا ازمه ان تكون مؤسسه واحده تملك الثلاث منصات دول على نفس السيرفرات. حتى المبرر اللي اتقال بصراحه مبرر غريب ان السيرفرات اختفت. السيرفرات اختفت من الفيسبوك، دي حاجه يعني مبرر مش منطقي يعني. بس يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي بترجع. احنا قبل ما نخش الهوا خلاص انستجرام وفيسبوك رجعوا، وواتساب يعني بيشاور عقله كده، بيقع شويه ويجي شويه. فاعتقد الدنيا خلاص يعني خلال ساعات قليله هترجع لطبيعتها باذن الله.